تمام يا فندم. خير يا اسف، ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري، بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسف؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم وجات لحد عندنا، واعتقد ان احنا لو استغلناها صح هنقدر نوصل لحتن السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة ايه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس انا تعجبني الخلطة دي اكتر يا معلم. يا باشا الابيض غالي قوي والفراولة شح على الآخر، ضربنا الخلطة دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطة ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايق على الكل. بس الخلطة دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لو مؤاخذة يعني ما تربيش زبون ليه؟ لأن اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم، انتوا دخلتوا السكة الصح بس لسه ما خططوش العتبة، حبة حبة هتخطوا. أيوة يا باشا، يعني حبة حبة لغاية فين؟ في بودرة بيور جاية، بس كانت جاية لناس تانية غيركم، أنا حرسي العطا عليكم، بس دي مصلحة بروحين. بروحين؟ يعني إيه بروحين يعني ولا مؤاخذة؟ البودرة دي بيور جاية على أبوها مش مخلوطة، نصها هينزل السوق، النص التاني بقى في مكان أنا جايبه لسه نوفي من الصين، البودرة دي تخش المكان ده تطلع برشام من الناحية التانية، نصه هيتطحن والنص التاني يتباع برشام زي ما هو، فهمتوا؟ فهمنا إلا فهمنا، ده احنا لازم نفهم يا باشا. طب لا مؤاخذة يا باشا، يعني وأفندينا؟ أفندينا مين؟ نفساً طيبة مطمئنة، ترضى بلقائك وتقنع بقضائك. اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر لي عن سيئاتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين يا براء، هتفضل على الحال ده كتير؟ مش شايف ان تصرفاتك بقت غريبة قوي؟ حبستي في البيت ليل ونهار، وكلابك اللي انت طالقهم حوالين البيت، وسهرك كل ليلة، ايه؟ الكلاب اللي انا طالقهم دول يا حبيبتي، انا طالقهم علشانك. علشاني انا؟ ايوه، عشان يحموكي. طب ما تقولي كده يا براء، في ايه في دماغك يمكن افيدك؟ يعني انا لو قلت لك يا مطر هتقولي لي الصراحه؟ انت عارفني، رقبتي. رقبتك؟ يا حلاوه رقبتك، يا جمال رقبتك، يا طعامه رقبتك. في ايه يا براء؟ في ايه؟ هتخنقني؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا عايز احضنك عشان ابوسك عشان نبدا الاحتفال. احتفال بايه؟ هو انت ما قلتيش؟ هو انت ما عرفتيش؟
السوق بيشغى مطرح ألف من لطار عند أفندينا، وكل حالف يقرا الفاتحة على روحه. مش هو بس، لا، هو وكل اللي ادالها تحت جناحه، كلهم يا مطرح، كلهم. الوحيدة اني ابقى قريبة منك، منكيش الا وانا شكلي كده. انت ايه اللي وصلك لكل ده؟ رحت ازاي للسكة دي، ولا مين اللي خدك ليها؟ انت. انا؟ خليتنا يأس منك، ووجع اليأس ملوش دواء. انت هتقومي وهتخفي، هتخفي يا فوتنا، لازم تخفي. انا مش عيانة عشان اخف يا خميس، انا غرقانه في بحر غويط طبشت فيه ياما، في الاخر رماني على شط بعيد لا تايله فيه موت من حياه، زي ما عشت عمري كله متشعلقه في حبك وانا لا تايله فيه موت ولا حياه. قومي يا فضل، قومي ودوسي على كل ده وشبي على ايدي واشيلك على كتفي زي زمان. قومي يا فضل وخدي كل نفس تطولي من الدنيا، واعملي كتب لعم زغلول عشان يباع والناس تقراه. شدي عود المفوتنا من تاني وردي فيها روح. قومي يا فضل وذاكري وانجحي، كمل اللي ناقص فيا. انجح؟ ما انا خلاص تعبت، ضاع مستقبلي، الله يجازي اللي كان السبب. انا ماليش دعوه. اوعي يكون لك دعوه، انا خايف عليك من دعوه واحده زيهم او واحد زي ابويا، بيقولوا دعوه الغلابه مستجابه. يا رب ما تطولك يا رب. يا معلم زيادة حبتين. حقي في ايه يا معلم؟ سر الخلطة اللي اديتها لنا، خلطة أفندينا جاب الزبونها في يوم وليلة وخيرها رمى كتير. طب ودول يطلعوا كام يا معلم؟ العدد في الليمون يا ست شوق. وبعدين يعني احنا المفروض ما بقاش بيننا وبين بعضينا الكلام ده ولا ايه؟ دول باين عليهم كتير قوي يا معلم. شوق سيبها تفرح يا معلم وتفك عن نفسها،
بس احنا الوعد اللي كان بيننا ما كانش فلوسه بس يا معلم نوح. المعلم النوح طول عمره عنده وعد يا معلم ابو سنة. شوف يا معلم، انت اديتنا سر الخلطه وحقها وصلك وزياده حبتين، ينقصنا سر افندينا عشان تركب انت مكانه ولا ايه؟ قال لي وانت روح له بقى يا معلم علشان نخلص من الليله دي ونفوق لاكل عيشنا. انا اقصد كل خير، هو احنا لينا يا راجل للخير؟ وبعدين ابو سنة، اقصد المعلم ابو سنة هو اصل مزاج الخير. وعشان ده يحصل يا معلم افندينا يلزمه يمضي الثمره 6 من السوق، وساعتها يبقى مبروك على السوق كله رجوع المعلم ابو سنة لي. وشرف امي اللي خليك تتمني الموت. الحقوني الحقوني. الحيك صرخي صرخي. عايز ابوك يسمع صريخك من هنا والمصحف نخليه يبوس جزمتي عشان اعتقك واعترفلك يا فريده. هقتلك ورابط. الحقوني ارحميني ارحميني. بتقتل ضناها ما تستاهلش الرحمه، تستاهل الموت، وانا هقطع من جسمك نسايل نسايل. زوز امر ما عليك. البنت دي تتحبس، لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا شمس ولا هوا لحد ما نشوف لها تربه ندفنها فيها. امر يا فندينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. البني آدم بطبعه طماع، وأول ما يعض يهبش الإيد اللي اتمدت له. ليه كده يا خميس؟ ليه؟ ده معاريك اديته فرصة عمره. بس أنا عاوز أسأل معاريك سؤال، أنت ليه مش مسلح رجالتك بدل ما تخلي الكلاب صوتها يعلى وتعوي في بيتك؟ أنا مش رئيس عصابة يا نوح. عفو عفو معاليك، انا بس خايف. انا مش جايبك هنا عشان تواسيني، انا جايبك عشان مأموريه محدده. وانا خدامك يا باشا. تعمل اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. يلا زوز خليك انت ابراهيم. في ايه؟ يلا يا متر تعالى معانا من غير عوى. عوى؟ في ايه يا زوز دي يا معلم؟ انت ما سمعتش بيقول لك من غير عوى. يلا قول. البس الشوافه بتاعتك يا خفيف. يلا حبيبي اطلع. انت كمان هتتريق. ايه اللي بتعملوه ده؟ الله الله الله. في ايه؟ بنت اسبح اركب استلم ابراهيم استلم اطلع مطر. كلمتين ملهمش تالت. تروح لولي نعمتك اللي مشغلك وتقول لو عايز يشوف بنته تاني اللي قتلت ابني في بطنها يوصلني باللي مشغلينه بره ويخلع هو كده. بتعادي الكل، الكل مصارينه في ايدي والكل روحه تحت جزمتي. ومن النهارده مفيش بضاعه تمشي في السوق غير بضاعه افندينا، ومش هسيب خرم ابره لحد من كلابه. السوق تربه مفتوح بقها ما بتبلعش الا للي استقوى ويفتكر روحه فوق قوانينه. خلي غيرك ياكل من وراك. وانت مالك؟
ده يدوب مرسال. امرك يا فندينا، بس في كلمه لازم تسمعها. ارغي في المري. جلسه رمانه بكره، روح لها المحكمه وقف جنبها عشان حتى